والله انا ردي ببسيط يعني وباختصار يعني، بس توضيح اخونا استاذ جاسم. استاذ جاسم تتذكر انت نعم ساحات الاعتصام اللي في الانبار وفي صلاح الدين وفي الموصل، نعم كان شعارها تعرفه شنو؟ نعم كان شعارها قادمون يا بغداد. واضح؟ استاذ عزيز انت، بس خلي اكمل، خلي اكمل، انا ابدا ما قاطعتك استاذ جاسم، خلي نوصل فكره للمواطن العراقي. تفضل تفضل سيد عبد الرحمن، تفضل سيد عبد الرحمن. هذا وقتي، وقتي، اسمح لي وقتي. نعم. هذا الشعار اللي كان يحملونه المناطق الغربيه، اسمح لي، في حكومه منتخبه من الشعب كان يقودها رئيس الوزراء السيد المالكي، ودع الشيوخ الى ان هذه المظاهرات تنتهي، قالوا له ابد، شعارنا قادمون يا بغداد، وانتهت القضيه. هسه احنا بالتالي تحول هذا الشعار بعد ما اكتشفنا انه اليوم المشروع هذا خاطئ، لان هذا مشروع غربي مو صحيح. اليوم من يقود البلد الشراكه، اليوم الكرد يقودون البلد والسنه العرب والاقليات والشيعه الموجودين، فبالتالي قلنا الاخوان اهل الغربيه يا اخوان هذا مو صحيح، جاي تثقفون الى اولادكم ثقافه، هذه الثقافه غربيه، هذه اعتقد ثقافه مو صحيحه، اليوم هذا شيعي وهذا سني وهذا قوميته كردي وهذا عربي. بالتالي انتهى هذا الموضوع ونظفنا المحافظات. دخول داعش يا استاذ العزيز، لانه ابن البصره اللي تتحدث عنه انت الان ما عنده خدمات، وابن العماره وابن الناصريه هو من اعاد اليوم هيبه اليوم الانبار وصلاح الدين والموصل، هو اليوم من حافظ على الحدود. هاي الدماء اللي سقطت حقيقه مو بالهين اليوم هاي سقطت، لا، هذه حقيقه فلشت اكبر مشروع في الشرق الاوسط هو مشروع الدوله اللا اسلاميه. فبالتالي انت تتحدث عن خدمات، هو ابن البصره راح يجاهد في سبيل انت وغيرك، وانا اليوم نقعد بهاي القناه ونسولف ونتحدث ونحكي ونمارس عملنا ونمارس حريتنا. احنا يعني كل التحيه لابناء الجنوب، والله مو دفاعا عنهم، ولكن هي هاي الحقيقه. لا تتغاضى النظر اليوم، والله احنا عندنا مشكله تقاعد وهي مشكله تخصكم طبعا، وانت جاي تحصر القضيه في السيد الحلبوسي، وهذا كلامك ومردوده هذا عليك، لان هذا نوع من الطائفيه حقيقه. يعني انا اليوم لانه الحلبوسي سني خلي يجي يخدم لا والله خلي الحلبوسي خلي يروح يشوف البصره، خلي يخدم ردوا الدين. أنتم في أعناقكم يا مناطق الغربية دين كبير اليوم لأهل الجنوب، هذا الدين إيش وقت تردونه إنه؟ إيش وقت تروحون تبلطون شارع بمكان ما تبلط لي شارع القرمة وشارع الفلوجة، وأنا ترى جزء من المنظومة العسكرية، أقسم لك بالله الكريم، كنا نحارب وعفنا عوائلنا في سبيل الحفاظ على وحدة العراق، وانسحبت اليوم القواطع وانتهت القضية، وعدتوا للعملية السياسية، وقلنا لكم يا الله عمي توكلوا بالله ابنوا دولة ودخلوا انتخابات، ولكن لا تخلي خطابك اليوم وتوضع قضية اليوم السنة معزولين وهم اللي يبلطون الشوارع، غير الحلبوسي ما يبلط شارع، لا يا عمي ليه؟ مو صحيح هذا، احنا والله حاضرين، ولد الجنوب اليوم وولد الفرات الأوسط والأكراد يقدموا لكم خدمة، روح شوف الموصل اليوم، اليوم الحشد قبل يومين أعتقد في مناطق بغداد جمعوا كل آلياتهم في سبيل يقدموا الخدمات إلى أمانة بغداد لأهلهم، وهم ما مجبورين، هاي القضية مو قضيتهم مو شغلهم هذا، قالوا لا احنا ما عندنا اليوم حرب مع داعش، اليوم احنا عندنا آليات، خلينا نقدم آلياتنا ونعمل وننظف ونسوي. فيا أستاذ العزيز هذا خطابك مو دقيق مو صحيح، هذا خطابك يوحي إلي يرجعنا إلى أعوام يعني ما يريد الشعب العراقي حقيقة. الحلبوسي ما مسؤول على التقاعد، الحلبوسي مسؤول على القبة التشريعية، يصدر قوانين من خلال المتشرعين اللي انتخبهم الشعب العراقي، هو شو له علاقه بالتقاعد يعني الحلبوسي؟ والله ايش بلط شارع ما بلط، بلط شارع الاهله، بنى له قصر ما شاء الله الحلبوسي، ولا قصر صدام حسين اللي راح المقبور، مو تمام؟ هاي ما تتحدثون بها، تتحدثون انه لازم الحلبوسي يطير ابو التقاعد ليجيب تقاعد واحد جديد هم من الاحزاب، طبعا هي نفس الاحزاب ماكو غيره، لا استاذ العزيز خلي اليوم الصوره واضحه، لا تتهم اهل الجنوب، لان اهل الجنوب اقسم لك بالله الكريم قدموا اعز ما يملكون لحد الان اكو طيب. قسم ما عندهم رواتب، انت تعرف اليوم حشد وزاره الدفاع وانا جزء منها قيادي هناك، اليوم عندي 1800 ما عندهم اليوم رواتب، يعني من سنوات قاتلوا ويدافعون. سيد عبد الرحمن، سيد عبد الرحمن